لو أشركنا زوجة لوط معنا فيما نفعل لبطلت دعوته ولضربناه في مقتل. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فإن في مسيرة البشرية على طريق الهدى والإيمان قد تتهيأ الأمور أمام أقرب الناس للدخول في زمرة المؤمنين المهتدين، ولكنه يأبى إلا أن يكون في زمرة المفسدين. فها هي امرأة نوح وابنها، بالرغم من أنهما أقرب الناس إلى نوح عليه السلام، إلا أنهما لم يؤمنا. كذلك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب، الذي كان من أشد أعداء الدين. وها هي امرأة نبي الله لوط، التي وصفها الله بالخيانة، ليس لأنها لم تؤمن بما آمن به زوجها، ولكن لأنها أذاعت للملأ أسراره الخاصة، ولم تراعي أمانة بيتها. وأوضح الحق حقيقة هذه الفاحشة المخزية في قوله عز وجل على لسان لوط: بسم الله الرحمن الرحيم، ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العظيم. ضاق قوم لوط بدعوته ونصائحه لهم، فجلسوا يتدبرون أمرهم ويفكرون كيف يصرفون لوطا عن دعوته. لقد ضقنا ذرعا بلوط، إنه يضيق علينا ويفسد علينا متعنا، ولولا أن امرأته من أهلنا لطردناه من قريتنا. وهل اتبعت امرأته دعوته أم أنها في صف قومها؟ وهنا وجد الشيطان اللعين بغيته، فتشكل في زي امرأة عجوز كانت بالقرب منهم وتستمع إليهم. أيها القوم، اسمعوني جيداً، لو أشركنا زوجة لوط معنا فيما نفعل لبطلت دعوته ولضربناه في مقتل. وكيف نفعل ذلك أيتها المرأة الغريبة وهي في بيت زوجها ولا نكاد نراها؟ اتركوا هذا الأمر لي. خذي هذه الدراهم أيتها المرأة، ولك مثلهم إن أتممت مهمتك. أيتها المرأة الطيبة، هل لي بشربة ماء أرتوي بها؟ لحظة أيتها المرأة حتى آتيك بالماء. ما اسمك أيتها العزيزة؟ والها. هل أنت متزوجة يا والها؟ أم أنك وحيدة في هذا البيت الصغير؟ بل متزوجة ولي ابنتان. يا لك من بائسة مسكينة. ولما أنا بائسة؟ طالما لي زوج يطعمني أنا وبناتي. أنت جميلة يا ابنتي، جميلة، فلما تدفنين نفسك في هذا الفقر؟ ألم تدخلي بيوت الأغنياء من قومك؟ ألم تدخلي؟ ألم تري ما يعيشون فيه من بذخ ومتعة ونعيم؟ وكيف لي بالثروة والجاه والنعيم وهذا حالنا كما ترين؟ إن أهل سدوم وما يجاورها من قرى ينشدون المتعة كما يريدون. أتقصدين ما يفعلونه مع بعضهم البعض؟ أجل،
وهذه المتعة هي مصدر ثراء لمن يعاونهم. انظري إلى هذه القطع الذهبية والفضية. وكيف لي بمثل هذا المال؟ خذي هذا المال كله، ولك مثله وأكثر إن فعلت ما سأقوله لك. وماذا علي أن أفعل؟ الأمر بسيط للغاية. فزوجك رجل مضياف، فأنتم تسكنون أطراف المدينة ويقصدكم الغرباء. لا أفهم، ماذا تقصدين؟ إذا جاءكم أحد من الغرباء فقط عليك أن تبلغي قومك. الرجال الغرباء، خصوصا من يتمتعون بالوجه الحسن والقوام الممشوق. ظلت امرأة نبي الله لوط تفكر فيما قاله إبليس الذي ظهر لها في شكل المرأة العجوز، وأخذت تتجاذبها قوى الخير والشر، ويتصارع داخلها صوت الحق والباطل، إلى أن مالت نفسها إلى نداء الشيطان، وسقطت امرأة النبي في الاختبار الرباني، وآثرت طريق الضلالة على طريق الهدى. أيرضيك ما يدعو إليه زوجك يا والهة؟ أنتم قومي وأهلي، وأنتم قبلتم به زوجا لي، فأصبح واحدا منا. ولكنه يأبى أن يقبل بأفعالنا التي اعتدنا عليها. نعم، إن كان واحدا منا حقا فلا يجب أن يعترض طريقنا ويكف عنا نصائحه. أم تراك تؤمنين وتصدقين ما يقول؟ بالطبع لا، ولكن بناتي يؤمنون بدعوته. فليبتعد عنا هو وابنتاه، وإلا طردناه من قريتنا. يا والهة، أنت تعيشين مع لوط وتعرفين كل شيء عنه أكثر مما نعرف، وترين ما لا نرى، فكوني لنا عينا عليه. ومتى جاءه أضياف حسان من الرجال أخبرينا ولا تتأخري. ولكني لن أستطيع الخروج إليكم في أي وقت. عليك بالحيلة. حسناً، إذا أنزل الضيف عنده ليلاً ولم أستطع المجيء أوقدت ناراً. وإذا نزل الضيف نهاراً سأطلق الدخان. أحسنت يا والهة. سأنصرف الآن. خذي هذه الدراهم يا والهة، فأنت تستحقينها. استمر لوط في دعوة أهل سدوم كي يهجروا ما هم فيه من ضلال وفحش. قال لوط: يا قوم، إنكم تأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم قوم تجهلون. يا لوط، إن قلوبنا ترفض ما تدعون إليه، وسدت آذاننا عما تقول. يا لوط، ماذا تستفيد من دعوتك هذه؟ إن أردت المال أعطيناك ما يكفيك أنت وأهلك. يا قوم، أنا نبي الله عز وجل، جئت أحذركم أن ينزل عليكم عذاب الله إن لم تقلعوا عما تفعلوه، وما أبتغي وراء ذلك أجرا من أحد، إن أجري إلا على الله رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. إنك كذاب أشر. لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. تركنا لك النساء يا لوط، فاستضفهم أنت ودع لنا الرجال. إني لعملكم من القالين، فأنا أستهجن ما تفعلونه من فحشاء ولا أرضاه لأحد من العالمين، وحسبي الله ونعم الوكيل.
لم يكن للوط أقارب في هذه القرية ولا عشيرة تسانده ويمنعونه منهم. لقد اصطدمت دعوته بقلوب قاسية وأهواء مريضة، فها هي امرأته الضالة وقد صارت في ركاب قومها، فأصبحت من الخاسرين وكانت من أصحاب النار. ألا يوجد في قوم سدوم من يساعد امرأة عجوز على حمل مائها وطعامها؟ ألا يوجد فيكم رجل رشيد؟ إنكم قوم سوء، أجيال فاسدة مفسدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً.